السلام عليكم أخوتي الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أتم الصحة والعافية. لا أنتم ولا الناس اللي داز عليكم هذا الفيديو. غادي نبارطاجي معكم واحد الحوايج اللي هما زوينين، واحد الحوايج اللي كيفتحوا الطاقة الإيجابية. وكاين واحد المفاجأة في الآخر ديال الفيديو، خليكم تكتشفوا واحد المفاجأة كاينة في هذا الفيديو. غنبدا معكم أخوتي بهاد الكرافس الزوين، هاد الكرافس وهاد قزبر المعدنوس زارعين هما في الدار كما كتشوفوا. هاد الزريعة ديالو كيخليو كيدير الزريعة باش كيحتاجوها، من بعد كيعاودو يغرسوها، كيبقى ديما عندهم هما. إما كيطحنو ديك الزريعة ديال القزبر ويستعملوها حبوب، أولا كيعاودو يستعملوها من بعد. هادي واحد الشجرة ديال التوت، هاد التوتة العزارة وهو كيتسارع. خليكم تشوفوا المفاجأة، كاين واحد المفاجأة في هاد الفيديو بغيتكم تكتشفوها معايا. هنايا كما كتشوفوا اخوتي كنبارطاجي معكم هاد الفراشات هي المهمات ديالي العزاز. غادي تشوفوا الدنيا خضراء ولا في البادية تبارك الله. ما نعاودش ليكم، هادي السلاوي كما كتشوفوا، هادي النوار ديال القزبر. كاين بزاف ديال الحوايج في هاد الفيديو اللي غتشوفهم غادي يعجبوكم. شوفوا الدنيا كي خضراء تبارك الله، الطبيعة طبيعة يا ربيعة. تحية للمهمات ديالي، كنهدي ليكم هاد الفراشات اللي في هاد الفيديو، هاد الخضورية اللي كتفتح القلب بصراحة. شوف القزبر تبارك الله، شوفوا اخوتي هذا القزبر كيخلي القزبر والكرافس كيخليو حتى كيدير الحبوب ديالو باش كيعاودو يستعملوه من بعد. يعني ديما كيبقى داير عندهم القزبر والكرافس ديما 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 ديما. هذه الشجرة ديال الدالية كما كتشوفوا، لوغيزا العنب، العنب واخا باقي مازال موجدش يلاه كيدير كما كتشوفوا، يلاه كيدير يلا بدا كيدير العنب ديالو. داكشي مازال ما دارش، مازال ما وجدش. ها انتم اخوتي تيوجدوا، مرحبا بكم، مرحبا بالمتابعين ديالو العزاز، مرحبا بكم اللي وجد ديك الساعه. كاين غا ارى برا والله الا شوف واحد العروبيه، واحد الراحه نفسيه سبحان الله في هاد العروبيه والاجواء ديال الباديه، شي حاجه لا تعوض والله القسم. تبغي تخلص الفلوس باش تشري الطبيعه وما تلقاهاش. هذا اخوتي النعناع، احسن حاجه كتعجبني في هذا الجرده هو هذا النعناع، ولكن راه ماشي اي نعناع، النعناع الحرش، النعناع اللي كيكون ما مسقيش مزيان، ماشي اللي مسقي وداك الشيء كيتسقى، ولكن ماشي بزاف، كيكون عطشان وكيكون في واحد الريحه سبحان الله مجهد. النعناع الحرش المتابعين يكونوا يعرفوا، الناس ديال العربيه غيعرفوا النعناع الحرش هذا. هذه اخوتي واحد الشجره ديال القوق، لا ديال البرقوق، هذا البرقوق اخوتي، هذه شجره ديال البرقوق ديالنا ما يدار هنايا. دابا مازال ما دايرهاش، يلا غادي دير. هذا سميتو النعناع كما شفتو، النعناع يا سلام، غير جيب من البحيره ولقم به البراد اخوتي، شرك باتاي. خليكم معايا حتى ما تنساوش اللايكات ديالكم اخوتي، اللايكات اللايكات، وغتشوفوا المفاجاه اللي مخلي لكم هنايا. شوف هاد الفراشات كيفاش كيدوروا هنايا، الطبيعه زوينه سبحان الله، كتجي هنا كترتاح النفسيه ديالك، الستريس كلشي واحد الراحه سبحان الله. الفراشة مع راسها متعة، هي الفراشة مع راسها بقيت تابعها كنصور فيها. كاين هادي اللي غنوريكم عاوتاني، بارطاجي معاكم واحد الشجرة ديال السفرجل. وتحية لمولين السفرجل، انت شنيتيك ها السفرجل اللي بغيتي السفرجل، ها هو راه كنشوفك طيبي بيض الطويجنات بعض المرات. هادي شجرة خوتي ديال السفرجل، يلاه العام الثاني عندها دابا، باقا صغيرة يلاه دايرو ماشي بزاف. راه الشمبة قربت انا بهاديك البلاستيكة باش ما تطيحش حسب البرد. هذا السلاوي، السلاوي تاوي الله بدا كيدير، ها انت تتوجد ان شاء الله، ونديرو باش طواجينات السلاويه كيكون فتي كيجي يا سلام هاد الطاجين. وتا شي حاجه هنا خوتي ما مداويه، كلشي بيو كلشي ناتيغال. هذا خوتي هذا المعدنوس، المعدنوس تاوي معاك طيح الزريعه ديالو داكشي وكتسقى ديك البلاصه، كاين هاد الكرافس هو موجود. عرفتي واحد الريحه كاينه هنا، راه ما نعاودش ليكم، واحد الريحه، واحد الريحه تبارك الله. هذه لا بون دو تيغ، البطاطس مازال ما وجدتش باقا صغيره كما كتشوفوا. هنايا غنبارطاجي معاك عاوتاني واحد النعناع، واحد النعناع اخوتي في شكل، واحد النعناع النعناع العبدي، كيقولي النعناع العبدي، غنوري لكم في هذا الفيديو. قليل الناس اللي غادي يعرفوه، كيبغي الوالد هذا النعناع، هو الشيبه كيبغي من الوالد. هذا النعناع اللي غنبارطاجي معكم دابا هذا بالضبط، هذا النعناع اخوتي النعناع العبدي، هذا النعناع في شكل سبحان الله ديال الورقه ديالو في شكل كما كتشوفوا، ماشي بحال النعناع الاخر اللي بارطاجيت معكم في الاول. هذا النعناع العبدي كيبغي الوالد ديالي بزاف، هذا كيحماق علي انا، ما عنديش معاه سبحان الله، الريحه ديالو كتجيني في شكل ومجهد، ما عرف ما عنديش معاه. هذا الخرشف، وتحيه لمول الخرشف، ها انت شنيتي كبكثره المعزه اللي عزيزه عليا،
انا زرعت الخرشف، هذا معناته خرشف ولا قوق اخوتي؟ من الفوق قوق ومن تحت خرشف. فهمت؟ سطة من الفوق لا. شكل قوقة ومن تحت خرشف، هذا ميكس مخلط. هذا وقلا ملقم له بالقوق ولا ما نعرف. المهم هذا الخرشف اخوتي كيدير هو ديك النواره ديالو بحال هكاك. هذا السلاوي عاوتاني كما كتشوفوا، السلاوي زارعينو مالين الدار هنايا، راه باقي صغير يلاه غادي يبدا يدير. انت ما كتشوف باقي صغير السلاوي يلاه جاي في الطريق مازال ان شاء الله. وراه غير كيكبر واحد شويه صافي كيبداو يطيبوا به مالين الدار، غير كبر واحد شويه. انتم الطبيعه يا خوتي والهدوء هنايا، غير الصهد الحراره اليوم، الحراره عندنا هنا واخا كاين الغربي وداكشي ولكن كاين الحراره. هادي واحد اللوايه كما كتشوف هادي معروفه كتكون حتى في المدينه وداكشي. ها انتم الخضوريه، ها انتم اخوتي الخضوريه. مازال الى عجبكم هاد المحتوى نصور لكم فيه مازال، غادي نوريكم شي حوايج غادي تشوفوهم دابا. خليكم تكتشفوا المفاجاه، كاينه مفاجاه هنا يا خوتي. جيت نشوف الحمام، الحمام ناس اللي عشاق الحمام وداكشي يا خوتي. هاد الحمام ديالي كوري البلاصه ديال انا كنبارطاجي معكم اخوتي المحتوى باش تشوفوا. هانتوما هذه مسكينه عندها جوج وليدات ديالها، جوج ديال الطبيعه الحمام. هانتوما دو كيكبروا شويه، مسكينه والده جوج وليدات جريت لهم لامهم الله يخليهم لها. ها هو الحمام كيغوت تما، مازال حيد الصوت حيت كندات واحد الموسيقى وما خلاوهاش ليا صافي، وعاودت الفيديو من جديد. كما كتشوفوا هانتوما اخوتي الحمام، هادو العجيلات صغار مازال صغارين. هانتوما هادي واحد الحمايم عاوتاني هنايا عندها وقيلا رجع عندها البيض، هادي مسكينة عندها البيض ديالها، هادي مبيضة اخوتي شوفوا عندها وحدة، هادي يلاه عندها وحدة ونورمالمون الحمام كيبيض جوج بيضات، هادي عندها بيضة وحدة مازال هو الحمام كيبيض جوج بيضات ولا كلالها شي حنش ولا ما نعرف. هادي اخوتي واحد الطريقة غريبة، شوفوا الدجاجة وليدات عندها ديال الحجل، وعند الدجاجة وليدات ديال الحجل. فهمت؟ الطبيعة تخربقات. سبحان الله. غادي نوريكم واحد الحاجة عاوتاني، هادي هنايا كاين البيض ديال الحمام، هنايا جوج حمامات مبيضين في عش واحد، يلاه ثلاثة البيضات، حيت نورمالمون كيبيضو غير جوج. هادي الدجاجة قارقة على البيض ديال الحجل، شتي البيض ديال الحجل الناس اللي معرفاش البيض ديال الحجل، هو هدا خوتي كيكون سبحان الله في شكل وقاصح بزاف البيض ديال الحجل. كل واحد شنو كيقول ليه، المهم حنا كنقولو الحجل. أنا ملي كنجي هنا أنا كندور على البيض بحال الحنش، فين ما كان البيض خنبقى تابعو. هاد الحميمات مساكن جالسين هنايا، كاين بزاف الحمام الصراحة. كان مرب كنت مربي انا ملي كنت هنا شحال هادي، ومن بعد بقى مربي خويا، ودابا ولا بحال غير عايش في الدار وصافي. تما عايش في الكوري، هاد الوليدات تما مساكن هنايا. دابا غنمشيو نشوفو البقرة اللي شرات شر كبي اتاي، اللي شرات رويدة ستيل شر كبي اتاي. ها حنا شريت ثلاثة، الا كنتي انت العاقة شريتي غير وحدة، انا شريت ثلاثة ولا ما نعرف ربعة. انا نشوفو انتوما بحال اخوتي شرات العاقة بحال هادي، وخا هادي بوكوس على ديك اللي شرات العاقة، هادي زوينة وتيتيزا وطوينكا في الصفر. القايرة مسكينة شخلات العاقة البقرة، البقرة ماشي البقرة، كل واحد شنو كيقول ليها. هي كتنطق في المسكة، شوف فرحانة بالمتابعين. انا غنوريكم واحد انتما نضغي المسكة، هي كتنطق في المسكة. تحية والطوينكات كلشي اخوتي على الطوينكات. شوف والله الا بوكوصة بالله، هاهي الزعرق قاورية زعرق، هاهي الشهبة، تحية للشهبة. شوفوا اخوتي الجمال، شوفوا الجمال، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله اللوين كي داير، ما شاء الله سبحان الله العلي العظيم. ها هما المتابعين اللي كيعيروني وكيسبوا لي الام ديالي في التعاليق، هذا هما المتابعين ديال السريعه. هما انا ديال المتابع انا فقط سبيني في التعاليق. خالتي دابا اخوتي جيت نشوف البيض، دابا هي اللحظه اللي كتعجبني انا، يمكن كنت كنجمع البيض ديال الدجاج. احسن لحظه عندي ملي كنجي العروبيه، موت الوالده مسكينه الله يرحمها، موتها كتجمع لي هي البيض الله القاس، كنجيب الشهر كنلقاها جامعه ليا. دابا صافي كنجي من راس وحده، بسم الله هذه نيشان طنجه ان شاء الله الى كتاب تبقى جديده. غنمشي دابا نقلب في التبن اخوتي هو اللي كيكون فيه البيض، ما غادي نجمع البيض نقلب عليه ضروري. فين ما كان شي عش انا راه حافظ العشاش ديال الدجاج بحال الحنش، كنجي معروف عليا في المخ سبحان الله ما كناكلوش بزاف مره ولكن ضروري ديك اللافه فيا ديال البيض خاصني نجي نجمعو. الا كانت الوالده جامعه هي ديك ما كانتش مسكينه كانت كمالفه كتجمعو ليا والله الا 60 50 40 سبحان الله. هنايا ما كاينش بقيت عاقل لي مو سبحان الله كيجي ثلاث تمن وكيبيض بزاف. لكن عندي شي زهر غنلقى شي حاجه، الا كان عندي شي زهر
سبحان الله الطبيعة ما كاينش بحال الطبيعة، ما كاينش بحال الطبيعة والله العظيم. العربية غير هي كتبغي التقويم وصافي صراحة. ها هنا كاينة شي حاجة، ها انتوما خوتي، ها باش نزومي ليكم باش تشوفوا العش فين دايرين. شتو فين دايرين العش ديال الدجاج؟ بسم الله. هادي في خاطر المهمات ديالي. ها انتوما شوفوا شوفوا البيض باقي جديد، ها البيض البلدي ناتي غال، ها انتوما باقي جداد باش تعرفوا. راه يلا هنايا هنا كاينه وحده، خليت لها وحده، خليت لها وحده باش تعاود باش ما تلفش العش، خليت لها وحده ديالها باش تبيض عليها. هنايا خوتي كما كتشوفوا هنايا كاينه واحد الدجاجه، ولكن لداخل غنزومي لكم عليها باش تشوفوها. كاينه واحد لداخل مسكينه، راه هي جالسه فوق. انا مشوفوش. ها موبايل جهه الحنش، جهه الحنش بو السكه، ها هو الحنش بو السكه كياخذ لها في البيض. انا ديت لها البيض مسكينه، ديت لها ثلاثه حتى هي، هذه عندها ثلاثه صافي. خليتها جالسه واخا بقى ما تبيضاتش، هي كانت غير جالسه وصافي. غنمشيو عاوتاني وغتكتشفوا عاوتاني، خليكم في النهايه باش تعرفوا شحال ديال البيض، الحصيله ديال البيض شحال. هنايا عاوتاني كنت غير دايز بالصدفه، ولا جات بالي عاوتاني واحده الدجاجه كانت جالسه، ولكن عندها هنا ممكن مفاجاه. شوف شحال ديال البيض تبارك الله، حيت مالين الدار هنا ما كيبيعوه ما والو، صافي غير الا كان شي واحد كياكلو ولا شي حاجه، ولا مالين الدار كي مره مره كياكلو، ولا كيعاودوني يخليو الدجاج باش يعاودني يفقص منه. هنايا لقيت بزاف، هنايا فرحت عاوتاني ملي كتلقى شي عش ديال البيض بحال هكا، ماشي غير كنفرح، كيعجبني الحال. شوف تبارك الله شحال ديال البيض، البيض البلدي. وقال شوفو غندير شي بروجي انا خوتي عادي البيض البلدي، نحيد من هاد اليوتيوب كاع. هنايا عاوتاني في داك القصب كما كتشوفو تما عاوتاني كاين، كيكون الدجاج تما، كنمشي نقلب على البيض بحال هكا كنجمعو. مال الفراير جات، هادو هما الرجالة ديال الدجاجات عندنا هنايا. شوف تبارك الله، شوف شوف الطبيعة شحال زوينة يا خوتي. الطبيعة يا ربيعة، الطبيعة الطبيعة. هذا القص الناس راك تعرفوا القصة، هذا هنا كنقلب على البيض عاوتاني والو ما لقيتش هنايا، غير سمعتهم كيغوتوا والو. هذا المحرات اخوتي ديال الفلاحة، راكم عارفين دول المحرات باش كيحرثوا الفلاحة وداك الشيء باش كيفلحوا الأرض. هنايا مرة مرة وقت الشتا وداك الشيء قاعد دابا حاطينه، ولكن في وقت الشتا كتوصل وقت الفلاحة وداك الشيء كيحرثوا به. لكن الصراحة هذا ماشي ديالنا، غير ديال السيد مخليه هنايا باش ما نكذبش عليكم، غير السيد مخليه هنايا صافي. هادي راكم عارفين الا كانت شي حاجه كيخرجوا بها وداك الشيء. هنايا خوتي المفاجاه، النتيجه كل شيء، النتيجه الحصيله ديال البيض شحال جمعت من بيضه هاد النهار، شحال شتي في نهار واحد قسما بالله. الا جمعتو غير قبيله ملي كنصور معاكم شحال جمعت البيض. شوف الحصيله شحال ديال البيض تبارك الله ما شاء الله، باش تشوفوا شحال جمعت ديال. انتوما خوتي والدنيا خضراء تبارك الله. شوف انتوما غنحسبهم قدامكم، واحد الله ها الاولى، ها جوج، ها الثانيه، ها ثلاثة، ها الثالثة، ها أربعة، ها الرابعة، ها خمسة، خمسة، ها ستة، ستة، ها سبعة، سبعة، ها ثمانية، ثمانية، ها تسعود، تسعود، ها عشرة، عشرة، أحداش، أحداش، اثناش، اثناش، تلتاش، تلتاش، أربعتاش، خمسطاش. هادشي خوتي اللي صافي الفينال دابا، إلى فيديو قادم.